تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم محمد التي تعمل بائعة الطعام، إذ يظهر في المقطع شاب يتجه إلى عربتها بزعم أنه فقير وجائع، بينما كان هناك من يصوره خفية. يطلب الشاب من أم محمد أن تعطيه بقايا الطعام لديها، غير أنها أبت إلا أن تقدم له طعاما جديدا برحابة صدر، في ردة فعل أثارت استحسان الكثير. يذكر أن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تفاعل مع الفيديو وأشاد بمرآه، إضافة إلى كثير من الشخصيات العامة. نتابع. أم محمد هي أم لنا كلنا، أم الكل حايلي وأم الكل سعودي، وتمثل كل امرأة سعودية دافعها الخير وقودها الخير، العمل كل شيء. أم أيتام تقف بالطريق تبحث عن رزقها ورزق عيالها، تبدي عمل الخير على الريال والعشر ريالات. أم محمد ما هي مثال بس للمرأة اللي بحايل ولا الأم اللي بحايل، هي مثال الكل امرأة سعودية اليوم تمثل كل قيمة مجتمعية. أم محمد أثارت بنا كثير من الحنين، هالعادات الأصيلة وهالقيم الأصيلة اللي موجودة بمجتمعنا. عسى الله يطول بعمرها ويحفظها لأولادها، حنا ندعي لها، ولا شك أنها أثرت فينا جميعا. هنوها الحايل بها وهنو عيالها بها. أنا يا واحد فخور أني اليوم قدمتها لكم، وقدمت جزء يسير، ومتأكد وواثق وجازم بعد أنه لو درت أنه هالمقطع يتصور ما قالت اللي قالته ولا قبلت أنها تطلع فيه، لكن هذا من طيبها، من شيء نابع داخلها، وهذا شيء مو بغريب لا على هالحايل ولا على أم محمد، عسى الله يحفظها ويطول بعمرها.